بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة اليوم. حصة اليوم ليست كالعادة، فحصة اليوم سنتطرق إلى فرض منزلي طبعا للدورة الثانية أو للأسس الثاني. طبعا هناك مجموعة من التمارين، وصحيت أن نبدأ بالتمرين رقم واحد. تمرين رقم واحد في الفرض المنزلي، كما تحدو يسمح باستعمال آلة حاسبة، هنا كاين عمليات الحساب بالمعدات إلى غير ذلك. سنرى أن لدينا ميديان كما تلاحظون، هذا الميديان يتعلق بقيمة مساهمة تلاميذ أحد الأقسام في اكتتاب لمساعدة زميل لهم، طبعا فقير هذا الصديق ديالهم. أول سؤال عندنا هو كون جدول الخصيصات. إذا من خلال هذا الميديان سنحاول أن نستخلص جدول الخصيصات. ثم السؤال الثاني، هل هذا الجدول الذي حصلنا عليه يمثل وضعية تناسبية؟ طبعا مع التعليل له. السؤال الثالث، أعطي توزيعا تصاعديا للخصيصات المتراكمة. ورابعا، ما هو عدد التلاميذ الذين ساهموا في هذا الاكتتاب؟ يعني في هذه العملية حال التلميذ ساهم معنا. خامسا، أقسم معدل المساهمة. إذا سنبدأ بالتصحيح التمرين. جدول دائما فوق. الصف الأول كنعملوا قيمة الميزة. قيمة الميزة دائما كتكون عندنا هنا، دائما كتكون عندنا في الميديان هنا. بالنسبة لنا هي قيمة المساهمة بالدرهم. هذه دائما هي الميزة هنا. هنا كنديروا الخصيصات أو الترددات أو النسبة المئوية على حساب التمرين. حنا بالنسبة ديالنا قيمة الميزة هي قيمة المساهمة بالدرهم. إذا كما لاحظوا هنايا، أول قيمة اللي عندنا هي 20، ثم 25، ثم 30، ثم 40، ثم 50. إذا قيمة المساهمة هي أما حصص، حصص من هو؟ هو عدد التلاميذ. إذا هذا نحو الأراتيب كيمثلنا دائما الحصيصات، قلت أو الترددات أو النسبة المئوية على حساب الميديان اللي عندنا. بالنسبة لنا عندنا عدد التلاميذ هو الحصص. إذا 20 كنطلعوا كنقراو 12. إذا 20 حصص ديالو هو 12. 25 كما كتلاحظوا جوج. 30 كما كتلاحظوا سبعة. 40 خمسة. ثم 50 أربعة. إذا نقرأ قراءة أخرى لهذا الجدول. هنا ما معنى أن 12 تلاميذ اللي ساهموا ب 20 درهم، جوج تلاميذ اللي ساهموا ب 25 درهم، سبعة تلاميذ اللي ساهموا ب 30 درهم، خمسة تلاميذ اللي ساهموا ب 40 درهم، وأربعة تلاميذ اللي ساهموا ب 50 درهم. هنا كان السيستم مفتوح، يحط كل واحد شحال ما بقى، ما كانش مفروض واحد مبلغ محدد. شو السؤال؟ إذا هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هذا الجدول يمثل وضعية تناسبية؟ إذا الجدول تناسبية دائما كما كنعرفوا كيكون يتكون من سطرين، هل هذه الأعداد هذه متناسبة مع الأعداد هذه؟ إذا نلاحظ 12 إذا قسمنا على 20 هل تساوي 2 قسم على 25؟ أو طريقة أخرى، واش 12 25 كتساوي لنا 2 في 20؟ الجواب طبعا لا. إذا السؤال الثاني، لدينا 12 على 20 لا تساوي 12 على 20 لا تساوي 2 على 25. إذن الجدول لا يمثل وضعية تناسبية. إذا كما كنعرفوا لقينا غير واحدة جوج بحال هكا ما كيتكونش متساويين. هنا طبعا تكون قمنا عندنا الحساب 12 25 و 20 بجوج ما غتبقاوش متساويين. إذا فالجدول لا يمثل وضعية تناسبية. نمشيو الآن للسؤال التالت، أعطي توزيعا تصاعديا للخصيصات
نعاودوش الدوار مره ثانيه. حاسه المتراكمه سهله، دائما حاسه الاول كنحسبوا به ونقوم بعمليات الجمع. 12 زائد 2 14، 14 زائد 7 21، 21 زائد 5 هي 26، 26 زائد 4 هي 30. إذن دائما أقول نسبة حصيلة المتراكم تصاعدي، أحسن ديرو هنايا تصاعدي. إذن هذه الأولى كنحصلو بها هنا، هذه زائد هذه كنعمرو هنا، هذه زائد هذه إلى غير ذلك، حتى النهاية هكذا. السؤال الرابع، ما هو عدد التلاميذ الذين ساهموا في هذا الاكتساب؟ إذن هذا السؤال شنو هو بطريقة أخرى؟ ما هو الحصيص؟ تسمع، ما هو الحصيص الإجمالي؟ ما هو الحصيص الإجمالي؟ هنا كاين جوج طرق، إما نقوم بحساب هذا زايد هذا زايد هذا زايد هذا زايد هذا، أو هذا داعية حسبناه قبيلة شحال هو؟ هو 30. إذن عدد التلاميذ الذين ساهموا هو 30 تلميذ، هو 30. قلت كاين طريقتين، إما نقوم بجمع هذا زايد هذا زايد هذا، فهنا لا داعي لماذا نعمل حصيلة متراكمة، آخر حالة في الحصيلة المتراكمة طبعا تعطينا عدد التلاميذ أو ما يسمى بالحصيص الإجمالي. خامسا وآخر السؤال، وحسب معدل المساهمة. إذن نحسب M معدل المساهمة. M تساوي دائما كنقسمها الحصيص الإجمالي، كل حصيص إجمالي هو 30. طريقة بسيطة هنا بما نستعمل الحصيصات، إذا ما نديرو قيمة الميزة في الحصيص الموافق لها، إذا ما يكون عندنا هو 20 12 زائد 25 في 2 زائد 30 في 7 زائد 40 في 5 زائد آخر وحدة 50 في 4. إذا نعود 20 12 25 2 30 7 40 5 و 50 في 4. طبعا نقسم كل شيء على الحصيص الإجمالي الذي هو 30. أما بتمين عملية الحساب، إن كيساوي لنا دائما المقام هو 30. إذا 20 12 كعطينا 240، 25 2 هي 50، 30 7 هي 210، 40 5 هي 200، و 50 في 4 كذلك 200. طبعا استعمال الحاسبة لنا أو عملية يدوية سنجد 900 على 3، إذا نحسب له 10 بصفر صفر كيبقى 90 على 3 هي 30. إذا معدل المساهمة هو 30. ما معنى معدل المساهمة؟ معدل المساهمة بحال يعني أننا جبنا داك الفلوس اللي عطاو لينا كلام كاملين درنا في الصندوق، وشفنا شحال من تلميذ عندنا، قلنا هو 30، وقسمنا بالتساوي داك المبلغ اللي عندنا. إذا شحال غنلقاو كل واحد؟ بحال كل واحد دفع لينا 30 درهم. إذا هذا معنى كلمة المعدل الحسابي. إذا أعزائي التلاميذ، نقلو صحيح في انتظار التمرين التالي. الآن مع التمرين التالي دائما في الفرض المنزلي، دور القائم، هذا المنشور القائم اللي عندنا، قاعدة ديالو مربع، ليس بمكعب طبعا كما كتلاحظوا،
ليس بمكعب ولكن فقط قاعدة. هذا البونجور القائل هو مربع. سؤال نعنا واحسب V حجم الصندوق يا أكملي، علما أن EH يساوي 4، AE يساوي لنا 8 طبعا سنتيمتر، وارتفاع الهرم اللي هو SABCD يساوي 6. إذا سننتقل الآن إلى التصحيح. إذا كما تلاحظوا عندنا صندوق يتكون من مجسمين. المجسم الأول هو الهرم S A B C D الذي رأسه S وقاعدته المربع A B C D، ومجسم ثاني هو موشور قائم أو ما نسميه بمتوازي المستطيلات القائم A B C D E F G H. إذن حجم هذا الصندوق هو مجموع حجمي المجسمين الهرم والمجسم القائم. إذا في البداية سنحسب V واحد حجم الهرم S A B C D. حجم الهرم كما سبق الذكر هو 1/3 في مساحة القاعدة، القاعدة الهرم كما كتحضر هي A B C D. في ارتفاع الهرم اللي سميناه H. إذن حجم الهرم قاعدة العامة هي ثلث في مساحة القاعدة في الارتفاع. الآن نحسب مساحة القاعدة بواحد يساوي 1/3 في مساحة القاعدة. قاعدة هنا هي A B C D. A B C D هي نفس شكل E F G H لأنها قاعدتان قابلتان للتقارب. وهنا قلنا قاعدة A B C D E F G H هو مربع. إذا يعني A B C D مربع. مساحة المربع هو طول درع في نفسه أو طول درع وسنة. الدرع نحن هنا كم هو 4، لأن EH كتساوي AD كتساوي AB كتساوي DC كتساوي BC عندنا 4. إذا كعطينا هي 4 في 4 أو 4 و 6 في H، H عطاوها لنا هي 6. إذا 1/3 4 و 6 هي 16 في 6. نختزل هنا 6 مع 3 خصنا كتبقى لنا جوج، جوج 16 هي 32. طبعا الوحدة هي سنتيمتر مكعب. إذن حجم الهرم هو 32 سنتيمتر مكعب. أنا نحسب في زوج حجم المنشور القائم A B C D E F G H. بزوج يساوي هنا بما له منشور قائم فالحجم ديالو كيساوي لنا مساحة القاعدة في الارتفاع. أو يمكن نطبق قاعدة اللي كنا سابقا قلناها أن ندير الطول في العرض في الارتفاع. إذا الأحسن نكتب مساحة القاعدة اللي هي اف جي اش في الارتفاع اللي غنسميه اش جوج، اش جوج ارتفاع المنشور القائم. إذا في جوج يساوي اف جي اش كما سبق الذكر هو مربع. إذا مساحة المربع كما كنعرفو هو الضلع نفسه أو الضلع وسيلة. إذا الضلع عندنا هو 4، إذا كعطينا هي 4 و 2 في أش جوج عطاوها لنا هي أو هي 8، أ 16 في 8، 16 8 كعطينا 100
28 سنتيمتر مكعب. ممكن نحسبوا حجم المرجو بهذه الطريقه اخرى، 4 في 4 في 8 باستعمال طبعا قاعده حساب حجم مرجو قائم اللي هو متوازي المستطيل. اما في حجم الصندوق هو في، هي في واحد زائد في جوج. في واحد لقينا هي 32 سنتيمتر مكعب، في جوج لقينا هي 128. اذا 32 زائد 128 كعطيها طبعا 160 سنتيمتر مكعب. اذن حجم الصندوق كما تلاحظوا لنا هو حجم الهرم زائد حجم المرجوع القائم ABCDEFGH، ودائما وحده بما نستعملها السنتيمتر فتعطينا سنتيمتر مكعب. اذن الى نحن نزيل الشكل والمجسم وسننتقل الى التمرين الوالي ان شاء الله. الان مع التمرين الثالث يتكون من سؤالين مستقلين فيما بينهما، ما عندوش علاقه بين هذا وهذا. هنا عندنا التمرين الاول او السؤال الاول، عندنا اكس واي كما عندنا الجذريان حيث اكس زائد واي يخالف سالب مجموع الكتابه عندها معنا، بحيث 5 اي زائد 8 اي على اي زائد اي كيساوينا 15. السؤال هو بين ان اي و اكس كميتان متناسبتان. السؤال الثاني، جي داله معرفه بما يلي، صوره اكس هو التعبير هذا اللي مكتوب كما كتلاحظوا. السؤال هو بين ان جي داله خطيه وحد معامله، بين ان جي داله خطيه ومعامله. نرجعوا للسؤال الاول، قلنا سابقا باش نقولوا Y متناسبة مع X يجب أن نجد عددا نضربه في X للحصول على Y، أو عبارة أخرى سنلقوا Y يساوي عدد A مثلا في X، ذاك العدد A هو اللي كيتسمى لنا معامل التناسب. إذا لدينا 5X زائد 8Y على x زائد y يساوي لنا 15. اذا هنا كنعمل هذا في هذا يساوي هذا في هذا. هنا طبعا عندنا واحد، واحد في هذه كتعطينا هي 5 x زائد 8 y 15 في x زائد y. اعيد، هنا عندنا واحد، اذا هذا في واحد يساوي هذا في هذا، هنا شفنا ضرس تساوي عددين جذريين، أو ضرس تناسب نفس الشيء، أ على بي يساوي سي على دي، أ في دي كيساوي لنا بي في سي. ننشر الجدار 5 زائد 8 هي طبعا كتبقى هي هي، 15 في إكس هي 15 إكس، زائد 15 في إكغيك هي 15 إكغيك. أعيد، 15 في x زائد 15 في y، إذا 8 y ناقص 15 y، هذه كتجيب أنا كنغير الإشارة، نحسب 15 x هنايا، 5 x هذه هنا كتجيب لنا ناقص 5 x، إذا 8 y ناقص 15 y هي ناقص 7 y، 15 ناقص 5 هي 10 x. إذن Y كيساوي لنا 10 على ناقص 7، يمكن نكتبوها ناقص 10 على 7 X. إذا كما لاحظنا هنايا لقينا واحد العدد اللي هو ناقص 10 على 7 ضربنا في X، إذن هنا نستنتج إذن الكميتان، إذن Y و X كميتان متناسبتان. إذن قلنا لقينا
إجراءات كيساوينا عدد في إكس طبعا عدد غير منعدد كما كان عنده في إنسيدان تأيبه وإكس متناسبتان ونعمل تناسب هنا وناقص 10 على 7. شو السؤال الثاني؟ لدينا جي دي إكس كيساوينا إكس زائد 1 على 3 إكس زائد 1 على 4 ناقص إكس زائد 1 7 سأسمع إكس زائد 7 على 12. إذا نعيد جي دي إكس كيساوي لنا إكس زائد 1 على 3 إكس زائد 1 على 4 ناقص إكس زائد 7 على 12. إذا يجب علينا الآن أن نبسط هذا التعبير جي دي إكس. إذا كما نحن هنا نتكلم عن مجموع وفرق أعداد جذرية. إذا لحساب دائما مجموع أو فرق أعداد جذرية يجب علينا أن نقوم بتوحيد المقامات إذا لم تكن المقامات موحدة. المقامات لدي هنا 3 4 12. إذا أصغر مضاعف مشترك بين الأعداد 3 و 4 و 12 يكون هو 12. 3 و 4 في 4 إذا ماذا بربط في 4. 4 ضرب 3 إذا البسط نضرب في 3. مقام ضرب في 1 نضرب في 1 يساوي إكس زائد 7. عندي وحدة 12 نقوم بالنشر 4 في إكس 4 إكس 4 في 1 4 3 في إكس 3 إكس 3 في 1 3 ناقص 1 في إكس هي ناقص إكس ناقص 1 في 7 هي ناقص 7 على 12. إذا جي دي إكس إذا المقام هو 12 نحن هنا 4 زائد 3 يساوي 7 ناقص 7 تعطينا 0. إذا هذه وهذه وهذه نشوف كيف كان 4 إكس زائد 3 إكس هي 7 إكس ناقص x هي 6x اللي كتعطينا 6x. اذا ما يمكن نختار 7 12 يبقى لنا 1 على 2 x. اذا هنا اذا ج دالة خطية معاملها واحد على 2. اذا ج دالة خطية معادلها 1 على 2. إذا كما لاحظنا هنا قيل الصيغة العامة هي عدد في متغير x إذا فهي دالة خطية. هنا يمكننا لو أعطونا مثلا نحسب j مثلا 3x زائد 5. إذا هنا لدينا j x كيساوي لنا 1 على j x. إذن ج 3 إكس زائد 5 هنا كما كنلاحظوا عوضنا إكس 3 إكس زائد 5 نعوض إكس سكنية كذلك ب 3 إكس زائد 5 يعطينا 1 على جوج في 3 إكس زائد 5. إذا يعطينا ننشر 3 على جوج إكس زائد 5 على جوج. السؤال اللي كنا نطرحه هنايا هل ج 3 إكس زائد 5 إذا سميناها مثلا h دو اكس هل h هي دالة خطية؟ طبعا كما كتلاحظوا الجواب لا. لماذا؟ لان عندنا زائد 5 على 2 هذه الدالة غنشوفها السنة المقبلة ان شاء الله وتسمى دالة تآلفية. السنة المقبلة ان شاء الله غنعطيو هذا الاسم هذا فقط بين قوسين طلقت الاسم فقط. اذا دائما يكون عندنا تعبير يمكن ان نقلوا على صورة هذا التعبير بهذه الطريقة هذه. إذا دائما كنعوضوا x هذا التعبير اللي عطاونا كنعوضوا كذلك x هذا التعبير ونقوم بعملية النشر أو عملية الحساب أو غير ذلك. أعزائي التلاميذ شكرا على انتباهكم وإلى فرصة لاحقة بحول الله أعانكم الله وأتمنى لكم التوفيق.